إنها جثة أحد المواطنين الفلسطينيين، كان يعتقد أنه بمأمن داخل هذه المدرسة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لكن القصف المدفعي الإسرائيلي قد قتله، إضافة إلى 16 فلسطينياً على الأقل في إحدى أشرس الاعتداءات منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. في المدارس كانوا نايمين وصارت أول ضربة في الصف من هناك، كل الجماعة شردوا على شقة، أجت هوايتين في القذيفتين في الصف هذا، وكل اللي في الصف الله يرحمهم. وقد لجأ 180 ألف فلسطيني هربوا من المعارك إلى 83 مدرسة تابعة للأونروا، ولكن بالنسبة للكثيرين لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة الذي يعتبر أحد أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم. أعتقد كل مقرات الأونروا لم تكن هناك مكان آمن، حسب ما تم استهداف لسيارات، استهداف لمدارس، فليس هناك ملاذ آمن لأي من الناس المشردين، وهذا هو الذي وضع رسالتنا أن تكون من الآن يبدأ المجتمع الدولي بالتحرك لإيجاد آلية لحماية هؤلاء المشردين. مات أبويا، أبويا مات. وللمرة الأولى منذ بداية النزاع اتهمت الأونروا بوضوح الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة تابعة لها في جباليا، مستنكرة مقتل أطفال أثناء نومهم إلى جانب أهاليهم على أرض قاعة الدراسة.